أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في تغطية خاصة على إكسترا نيوز، هنناقش فيها آخر المستجدات حول اجتماعات لجنة مجلس النواب المشكلة لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة في يومها الأخير، وده بعد 11 اجتماع الحقيقة عقد على مدار 6 أيام. من ساعة تقريبا اختتمت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة أعمالها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، حيث تم مناقشة الوزراء وبرامج عملهم تباعا بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. أيضا اختتمت اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها بعد 6 أيام من الانعقاد المتتالي، وأصدرت اللجنة بيانا في ختام اجتماعاتها التي استمرت لمدة 6 أيام. وجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة الشكر والتقدير للوزراء الذين عرضوا رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، مشيرا إلى وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات، مما يبعث بالتفاؤل للشارع المصري. وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، حيث استعرض وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج السياسة الخارجية المصرية القائمة على حماية الأمن القومي والقضاء على جميع التحديات داخليا وخارجيا، والتواجد في جميع المحافل الدولية لإظهار صورة الدولة المصرية بشكل سليم. أيضا أعرب عن وجود خطة لدى الوزارة لتلافي جميع المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج. وللمزيد من التوضيح والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. برحب بحضرتك أستاذ ناجي. في البداية، يعني أهمية تشكيل هذه اللجنة من قبل برنامج أو مجلس النواب ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة. أهلا بك يا ياسين وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني هو طبعا هذه اللجنة شكلت طبقا لأحد خلال المجلس، تشكل لجنه برئاسه احدى الوكيلين وعضويه رؤساء الامناء الاثنين النوعيه وممثلي الهيئات البرلمانيه للاحزاب السياسيه والبعض المستقلين، لكي تعد تقريرا يعرض على المجلس عن رده على بيان الحكومه. هذه اللجنه تم اعدادها تم تشكيلها برئاسه وكيل اول المجلس المستشار احمد سعد الدين وعضويه كل هؤلاء، وعقدت زي ما سيادتك ما قلت 11 اجتماع استمر بشكل يومي حتى يوم الجمعه، ما كانش فيه اجازه، 6 ايام متصله. كان حجم العمل اليومي ما يكون من 12 ساعه سمعوا فيها الى كل بيانات الساده الوزراء التي جاء ذكرهم في برنامج الحكومه، عرضوا رؤى تفصيليه لكل ما جاء في برنامج الحكومه وردوا على تصريحات الاعضاء، وكان هناك مساجلات بين الاعضاء وبين الوزراء ومناقشات عميقه جدا، لدرجه ان احد الوزراء قال ان يعني استغنى عن المشترين اللي كان ممكن يستعين بيهم في وجود تلك الخبرات العميقه التي يمثلها اعضاء مجلس النواب اعضاء هذه اللجنه. وبالتالي كان في هناك تكامل فعلا، وفي رؤى يعني عامه تهتم بمصلحه الوطن والمواطن تم يعني طرحها من النواب على ساده الوزراء وتم رد عليهم، وكانت مناقشات عميقه ومثمره. عظيم. هذه اللجنه طبعا هتعد تقرير سوف يسلم لرئيس المجلس يوم الاربعاء بعد غدا، وبعد ذلك سوف يتم عرض هذا التقرير على الجلسه العامه يوم الاحد 21 يوليو المقبل، لكي يتناقش حوله اعضاء المجلس ومسؤولي الاحزاب السياسيه والهيئات البرلمانيه، وبعد ذلك يكون اجراء الثقه التصويت مباشر على ساده الاعضاء. نعم. طيب، يعني من عملك السياسي وخبرتك السياسية أستاذ ناجي، من وجهة نظرك ما السبيل الأمثل للتعامل مع مخرجات هذه يعني اللجنة وما ستقدمه في تقريرها من تقييمات لتلك البرامج للوزارات المختلفة؟ أنا أعتقد أن هذه اللجنة يعني هي أصبح لديها تقييم خاص أن بيان الحكومة بيان واقعي، وانه مرتبط بخطه زمنيه معقوله، وان الوزراء مشاركين في اعداد هذا البيان،
وانهم قادرون على تنفيذ كل ما جاء في هذا البيان، وان الخطوط العريضه التي صدرها خطاب تكليف الرئيس السيسي للدكتور مدبولي سوف يتم تلبيتها على ارض الواقع منذ اليوم الاول بعد تصديق المجلس على هذه الحكومه. وبالتالي هذا بيان واقعي، بيان عد بعنايه، بيان يعني سوف يعني يهيئ المصير لحياه كريمه كما طلب الرئيس، وسوف يكون هناك تعامل مع الاسعار ومع الاسواق، وسوف هناك يكون هناك ايضا يعني توطين الصناعه في مصر. السيد رئيس الوزراء قال 152 صناعه عالميه سيتم توطينها في مصر، وده هو توطين الصناعه اللي الرئيس طالب فيه في برنامجه وتعميقها وكذلك تحديثها، وايضا من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل ما يحتاجه المصريين، بحيث يعني يتم يكون هناك ترشيد شديد للاستيراد وبالتالي تقليل الفاتوره الاستيراديه الدولاريه. يعني هو برنامج مبشر بان واقع مصر المقبل لن يكون مثل سلفه، وان معاناه المصريين سوف يعني تبدا في الانفراجه، وخاصه ان هناك تنفيذ فوري لما وعد به الرئيس الوزراء ان تنفيذها للتوجيه الرئاسي، بان الاسبوع الثالث من شهر يوليو سوف تختفي خطه تحشيف الاحمال وسوف ينتهي انقطاع الكهرباء للابد. واليوم استلمنا 5 شحنات من الغاز المسال، وتم اسالتهم في ميناء عين السخنه وفي عقبه لكي يتم تشغيل محطات الكهرباء لكي يعيش المصريون موسم صيف امن في المستقبل ان شاء الله. يعني بالتاكيد احتياجات المصريين كثيره، يعني حضرتك ذكرت طبعا توطين الصناعه دي شيء مهم جدا، وفكره الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج ايضا، يعني حل مشكله الكهرباء وتخفيف الاحمال، كل دي اشياء عظيمه الحقيقه. لكن استاذ ناجي، من وجهه نظرك ابرز الملفات التي توضع كأولوية أمام الحكومة الجديدة ويجب أن تراعيها وتبدأ العمل عليها الآن وليس غدا؟ هو يعني بدأها الدكتور مصطفى مدبولي من خلال ذلك التنظيم الدقيق حكومته، يعني عندما يعني شكل مجموعات وزارية في المجالات المختلفة. هذه المجموعات الوزارية سوف تمثل مجالس وزارية ومجلس وزراء مصغر لكي تحل المشاكل لكل مجموعه، كل وزير في هذه المجموعه مشاكل وزارته ويتم طرحها لو في مشاكل على المجلس الوزراء الموسع. هذه المجموعات الوزاريه هي نظام عمل حديث استحدثته هذه الحكومه، مثل المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه، المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه، المجموعه الوزاريه للتنميه الاقتصاديه التي بترأسها رئيس مجلس الوزراء بنفسه، المجموعه الوزاريه للطاقه، كل هذه المجموعات تجعل هناك تكامل بين الحكومه بين الوزراء وبعضهم البعض. ولكن اهم ما في هذه ما في ملفات هذه الحكومه هو اللي انا قلت، تخفيف معاناه الناس، توفير تغيير حياه الناس الى الافضل، ثم البدء على الفور في الاهتمام جعل الاهتمام بالصناعه والزراعه اولويه اولى، بحيث نضيف رقعات جديده من مئات الالاف من الاسئله للرقعه الزراعيه المصريه، يعني نهتم فيها بالانتاج الصناعي بحيث ناكل من فأس فلاحنا ونلبس من صنع عمالنا. ثم تحديث الصناعه ده مساله وتطويرها وتعميقها وتوطينها في مصر، دي ملف على قدر كبير جدا من الاهميه، لان هو ده اللي يخلينا نحد من الاستيراد من الخارج، لان احنا وفي نفس الوقت يجعل مصر تستطيع ان تصدر للخارج. ثم بعد ذلك ياتي ملف ان مصر تقوم بتصنيع ما تحتاجه من دواء. السوق الدواء المصري كان له سمعه عالميه في الماضي، وكانت اسواق عربيه وافريقيه محتكره الدواء المصري. عايزين نسالها تاني من خلال هذه الخطه الطموحه اللي حطها وزير الصحه وعرضها على اللجنه، من خلال ان تصنيع الدواء من خلال شركات حكوميه وايضا شركات القطاع الخاص. يعني الصناعه ثم الصناعه ثم الصناعه، الزراعه ثم الزراعه ثم الزراعه، ثم الاهتمام بالتعليم والصحه، دي اهم ملفات اراها هذه الحكومه، يعني بيشتغل عليها بكل جديه، وكان طرحها امام اللجنه وامام المجلس بكل جديه. الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، شكرا جزيلا لك.
من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على خطة الوزارة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحوله من دعم عيني إلى نقدي، مشيرا إلى تعاون باقي الوزارات المعنية في هذا الشأن، ومؤكدا أن الوزارة تتبنى خطة ممنهجة لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق الداخلية وأيضا المراكز اللوجستية. هذا واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية الوزارة في برنامج الحكومة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لقطاعات الدولة، وأن استراتيجية بناء مصر رقمية أول مستهدفات الوزارة. وأعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن شكر الحكومة وتقديرها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع، كما وجه شكرا للمستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة، ومشيرا إلى أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب، لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب. ومشاهدينا الكرام، إليكم هذا الخبر العاجل، حيث ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجموعة الوزرية للتنمية البشرية بحضور الدكتور خالد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمد عمران وزير العمل، والسيد محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن أحد أهم محاور برنامج الحكومة هو بناء الإنسان، وهو ما يضفي أهمية كبيرة لهذه المجموعة الوزرية، مضيفا أن عمل المجموعات الوزرية لن يقتصر فقط على وضع استراتيجيات وبرامج، ولكن الأهم هو متابعة التنفيذ على الأرض والتنسيق العرضي بين الوزارات والجهات المعنية. هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي مهتمون بكل الملفات التي سوف تتبناها هذه المجموعة، وأي قرارات للمجموعة تتطلب موافقة مجلس الوزراء وسوف نعتمدها على الفور. هذا أضاف رئيس الوزراء أن فلسفة هذه المجموعة هي الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتوضيح مدى اهتمام الدولة بهذا الملف، ومشددا على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج حقيقية لعمل هذه المجموعة. وخلال الاجتماع قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضا أشار في مستهله إلى محاور ومرتكزات برنامج عمل الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف التنمية البشرية التي يأتي تنفيذها في إطار رؤية مصر 2030، واضحا أن تلك المحاور تتضمن العمل على بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، هذا إلى جانب حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني. هذا أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك العديد من النقاط التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، ومن بين تلك النقاط تطبيق نظام صحي يشمل الجميع وإتاحة فرص تعليم أفضل تسهم في توفير وظائف المستقبل، هذا إلى جانب توفير فرص عمل لائقة للجميع، والعمل على تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة تضمن حياة كريمة لجميع المصريين وتسهم في تعزيز الشباب باعتبارهم شركاء اليوم وقادة الغد، فضلا عن تمكين المرأة والسعي لتعزيز دورها في مختلف المجالات.
ولفت دكتور خالد عبد الغفار إلى أن التنمية البشرية تستهدف توسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة من خلال تعزيز أوجه المعرفة والحصول على الرعاية الصحية إلى جانب توفير بيئة معيشية كريمة. ونوه الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن رأس المال البشري هو مجموعة من المهارات والمعارف التي يمتلكها الأفراد وتستخدم لزيادة الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي، ومؤكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال ما يتم توفيره من فرص عمل أفضل وزيادة حجم الدخل. وعن المعايير التي تتعلق بمؤشر رأس المال البشري، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنها تتضمن معدل البقاء على قيد الحياة ومعدلات الالتحاق برياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، إلى جانب ما يتعلق بمعدلات الوفيات في الفئة العمرية ما بين 15 عاما و60 عاما، وأخيرا ما يتعلق بمعدلات التقزم. كما تناول الدكتور خالد عبد الغفار أطر تعزيز أوجه التنمية البشرية في مصر، موضحا أنها تتضمن التوسع في الاستثمار في التعليم الأساسي والفني والعالي وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيق برامج التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة ودعم ريادة الأعمال، هذا إلى جانب العمل على زيادة وصول خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة لمختلف المواطنين وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية وأنماط الحياة الصحية والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين. هذا وتتضمن أطر تعزيز التنمية البشرية في مصر العمل على تطوير برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير السكن الملائم وتقديم الدعم المالي للفئات محدودة الدخل، فضلا عن العمل على تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل عبر برامج التنمية الاقتصادية، فضلا عن تنفيذ المزيد من البنود الخاصة بتعزيز مشاركة المجتمعات في المبادرات التعليمية والصحة، وذلك بما يضمن الاستدامة وكذلك الاهتمام بالوعي الثقافي وحملات التوعية العامة ومعالجة العوائق الثقافية أمام الوصول إلى التعليم والرعاية والصحة والسكان. كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان أوجه التنمية البشرية على مدار المراحل العمرية للإنسان. وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان عرضا حول التنمية البشرية والمرحلة العمرية الخاصة بالطفولة المبكرة، شريحة في هذا الصدد عددا من النقاط المهمة للسنوات الست الذهبية الأولى، وهي الطفولة المبكرة التي تتحدد فيها 90% من قدرات الإنسان الذهنية والجسدية والنفسية وكذلك المجتمعية. ونوهت إلى أن تشكيل المستقبل لا ينطلق من دعم الطفل في السنوات الأولى من عمره، حيث إن أعظم استثمار في العالم هو التنمية البشرية في الطفولة المبكرة وخاصة الألف يوم الذهبية. وفي ضوء ذلك تطرقت نائبة الوزير إلى المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية من أجل تحسين الخصائص السكانية كما ونوعا لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب، التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تحت مظلة 100 مليون صحة، حيث تعد المبادرة من أهم مبادرات بناء الإنسان المصري نظرا لكونها تمثل منهجا شموليا لأول 1000 يوم من حياة الإنسان بهدف رفع الوعي بأهمية 1000 يوم الأولى من الحياة. هذا وتطرقت الدكتورة عبلة الألفي إلى دور المجتمع المدني والدولة فيما يخص قضايا هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى عرض مبسط لقضية التسرب من التعليم وعدم تعليم البنات والذي يضر بمستقبل أبناء المستقبل، كما يؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال، لافتة إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الدولة المصرية من بينها قضية أخرى تتعلق بالزواج المبكر الذي يدمر حياة الفتيات على مستوى العالم، فضلا عن ملف الإعاقة لدى الأطفال
ومرض التوحد، والتي تؤثر جميعها في مقياس التنمية البشرية بين البلاد. هذا وشرح الوزراء المسؤولون أعضاء اللجنة خلال الاجتماع رؤاهم حول محاور عمل المجموعة الوزارية، مؤكدين أهمية هذه المجموعة ودورها في تنفيذ رؤى وبرامج الحكومة لبناء الإنسان المصري. وطلب رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع بأن تكون هناك مستهدفات محددة بخطط زمنية لعمل هذه المجموعة وتقييم ما تم تنفيذه، مشيرا إلى أن الجميع يعول على هذه المجموعة في إحداث طفرة في مفردات بناء الإنسان، سواء ما يتعلق بالصحة والتعليم والثقافة والخطاب الديني وغيرها من الملفات المهمة. المجموعة الوزارية للتنمية البشرية. يترأسها الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. ستضم في عضويتها وزراء التخطيط والشباب والتعليم العالي والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والأوقاف والعمل والثقافة والتربية والتعليم. يحق لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات، وتستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها. تختص بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني. تتابع تنفيذ الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية. تختص بمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرامج التأمين الصحي الشامل. تتابع تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كل أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة. تضع وتتابع تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري. تتابع تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة. تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة، ويترأس رئيس مجلس الوزراء الاجتماعات حال حضوره. يكون للمجموعة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها. تعد تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية. من ساعة تقريبا اختتمت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب بدراسة برنامج الحكومة الجديدة أعمالها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، حيث تم مناقشة الوزراء وبرامج عملهم متباعا بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. خلونا نروح لمزيد من التفاصيل تعرف عليها من زميلتنا شيرين مجدي. بالفعل اختتمت اليوم اجتماعات اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة والذي تقدم به الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الاثنين الماضي. اليوم شهدنا اجتماعين لهذه اللجنة، الأول كان بحضور وزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيضا حضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي أكد في كلمته أن محور الأمن القومي له أولوية قصوى في برنامج الحكومة في ظل التحديات الراهنة، وأكد على تحقيق الاتزان الاستراتيجي للسياسة الخارجية
المصرية. وكان في بداية هذه الجلسة أيضا كلمة هامة للمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس هذه اللجنة، والذي أشاد بحضور السادة الوزراء وما تقدموا به من برنامج الحكومة، يعني وصفا هذه المناقشات بالمصداقية والوضوح في مناقشات امتدت لساعات طويلة. وقال أن هناك توافق وتنسيق بين الوزارات المختلفة، بين المجموعة الاقتصادية، بين وزيري البترول والكهرباء، بين التنمية المحلية والإسكان، بين الزراعة والري وما إلى ذلك. هناك توافق كبير في الرؤى بين أعضاء الحكومة، بين الوزارات المختلفة في الملفات المتنوعة. وأشار أيضا إلى أن النواب والحكومة يعملان بصدد إعلاء مصلحة المواطن. هذا فيما يتعلق بالجلسة الأولى. أما الجلسة الثانية فبدأت في تمام الثالثة من عصر هذا اليوم، وكانت بحضور وزيري التجارة والتموين، عفوا بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وهنا عرض السادة الوزراء أيضا برنامج الحكومة، وربما يعني نلفت النظر إلى أبرز ما عرضه وزير الاتصالات، حيث قال إن أولوية الحكومة في استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تقوم على بناء مصر الرقمية والعمل على جودة البنية التحتية الرقمية وتعزيز الدفاعات السبرانية وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز القوى الناعمة لمصر من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية، وأيضا البدء في مشروع منصة التراث مصر الرقمية لحفظ التراث المصري. هناك عرض للسادة الوزراء في هذه اللجان لبرنامج الحكومة، كلهم فيما يتعلق بتخصص الوزارة التابعة له أو وزارته بالفعل. ويقوم بعد ذلك النواب بعرض التساؤلات والاستيضاحات وأيضا عرض التحديات أبرز الحلول من إطار تواصلهم مع المواطنين في الشارع بالفعل. بعد ذلك بيكون هناك يعني تعقيب من السادة الوزراء. بذلك نكون قد انتهينا من 11 جلسة لهذه الاجتماعات، استمرت لأكثر من 50 ساعة عمل على مدار 6 أيام. تعكف هذه اللجنة خلال اليومين المقبلين على كتابة التقرير الخاص ببرنامج الحكومة في إطار المناقشات التي دارت على مدار الأيام الماضية، على أن يعرض هذا التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة. هذه الصورة من مجلس النواب، أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. انتهت هذه التغطية مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ونشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.